الثانية البنت، ترى البنت رحمة، بنت الله عز وجل حتى لما قدم يهب لمن يشاء إناثة، قدم الأبناء على الإناث على الذكور، لأن الهبة تأتي من الرحمة. البنت أرحم من الولد 100 مرة، ولا مقارنة في هذا، لن تجد أرحم من البنات لأبيها ولا لأمها. من ليس عنده بنت لا يعلم معنى الأمومة، الأم ما تعلم معنى الأمومة من لا تملك بنت. والأب من لم يكن عنده بنت يربيها لا يعلم معنى أن يكون أبا، لأن الأطفال حينما خلاص 12 سنة 13 سنة يبدأ يميل لأصحابه، ثم يخرج مع الشباب، ثم يتزوج، ثم يبت. إلا البنت تحوط حول أبيها وأمي. حتى لما تتزوج البنت أين ستذهبين؟ عند بيت أبي، عند بيت أمي. البنت غير، البنت غير، رحمة سكينة. البيت الذي ليس فيه بنات تجد معاملة فيها قسوة، البنت تضيف عليهم رحمة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل حتى حق للبنت، بل جعل البنات باب من أبواب الجنة. يعني إذا أنت عندك 3 بنات اسجد شكر، اسجد شكر، قل الحمد لله اللي عندك بنات. بعض الرجال لا والله عندي الله ابتلاني ب7 8 9 بنات، والله ما أعرف كيف أزوجهن يا شيخ. هذيلا رحمة، بارك الله فيك، باب من أبواب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء، ها بلاء، نعم، من ابتلي بشيء من هذه البنات، زين أنا يا رسول الله أنا ابتليت 5 بنات، فرباهن، زين رب ها تربية، فأحسن تربيتهن، يعني ربيهن بحق، ما أنت بنت يلا مع السلامة مالك حق لا كلمة، يلا على المطبخ بسرعة ركاب، هلا ما يجوز. ها فأحسن تربيتهن وأدبهن، بمعنى تأديب، ها بنتي حلال حرام ما خليها دائرة، وأدبهن فأحسن تأديبهن، تأديب بأدب. قال: إلا كن له سترا من النار. شوف عندك بنات تربي البنات، والله ستر من النار والنعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا من عنده بنات خلاص ستر من النار، لا، تربية وتأديب. زين. أيضا هل تعلم أن البنات ستر في الدنيا والآخرة؟ يعني أنت إذا عندك 5 بنات 6 بنات 7 بنات هذا فضل من الله عز وجل وسعة. أنت اسمع لهذا الحديث وتأمل في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع دقق في الحديث، من عال 3 بنات، ثلاث، من عال 3 بنات، قال: فأدبهن، تأديب بأدب ليس في العصا، وزوجهن، زواج جاء رواية